حضور شعبي كبير في اليوم الرابع لفعاليات مهرجان القلعة والوادي، انطلقت فعاليات سباق الدريفت في ساحة قلعة الحصن، والتي تعتبر المشاركة الأولى لأبطال نادي السيارات السوري في المهرجان. في عنا فعالية سيارات سباق دريفت للسيارة لنادي السيارات السوري، هو يقام أول مرة بهالمنطقة هاي. الحقيقة أهالي المنطقة كتير مهتمين بهاي النوع من الرياضة، واليوم رح نفرجيهم على شو إن شاء الله يكون كتير حلو. مشكورة محافظة حمص، تواصلت معنا ودعتنا لهذا الشيء مع اللجنة المنظمة مع وزارة السياحة، قدموا الدعم الكامل لحتى نحن يسهلونا كل وسائل انه نقدر نكون موجودين هون كمتسابقين من الابطال السوريين او كنادي سيارات كمنظمين. السائقون المشاركون قدموا من دمشق ليشاركوا محافظه حمص مهرجانها وليعرفوا الجمهور السوري بهذه الرياضه. هي المشاركه لنا الاولى بحمص وان شاء الله ما تكون الاخيره، لانه كثير الجو حلو هون وحابين نعمل شيء حلو وشو حلو لان هالجمهور كله ينبسط ويتعرف على هالرياضة الحلوة كثير. الحقيقة نحن اجينا من العاصمة دمشق يعني لحتى نعمل بمحافظة حمص هذا الايفنت الرائع يعني. ويعني هالرياضة الحقيقة هلا عم تتطور بفضل وزارة السياحة وبفضل طبعا نادي السيارات السوري. هي كمشاركة هون رائعة، وحتى ما شاء الله شفت عينك يعني الجمهور كتير كتير رائع وكتير الجو كتير مناسب وحلو. ضمن فعاليات المهرجان كرم عدد من المبدعين الذين تركوا بصمة في الحياة الفكرية والفنية والثقافية. أنا من الناس اللي بيحبوا الحماسنة كتير لسبب كثير بسيط يعني ما حبالغ، هن طيبين جدا طيبين جدا وعفويين جدا مثقفين جدا. بالحقيقة يعني هاي كانت فرصة على انه نطلع على فعاليات المهرجان ونشوف هاي المنتدى الثقافي، خلينا نقول يعني هذه وفعاليات جديدة يمكن ما انعملت بسوريا من قبل. في بعض الفعاليات كانت يعني لطيفة ومميزة جدا. ان شاء الله هيك الله يزيل هالغمة عن سماء سوريا هذا وترجع سوريا الحلوة مثل ما بنعرفها. كثير مبسوطين بهذا الاحتفاء بهذا التوقيت الذي تمر به البلاد يعني والعباد من أوقات عصيبة، هو إعلان موقف جسور للحياة، إعلان إرادة قوية للاستمرار وإعلاء للشأن الثقافي التنويري. التكريم لإلي أنا كروائية هو حافز أكيد. حمص أنا إلي فيها عشرة عمر، كان عمري 4 سنين لما جيت لحمص، أي من زمان لما كان عمري 4 سنين. ما أنا حمص بالنسبة إلي بلدي أنا، أو بالأحرى كل سوريا هي بلدي. هذا وقد قدمت كل من فرقتي جولانار للمسرح الراقص وفرقة فصحى الطربية عروضا وأغاني ختم بها اليوم الرابع من المهرجان. كندا الخضر لقناة سما الفضائية حمص.